تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في عام، وزيادة مرتقبة في مصر، والسيارات تصف أمام المحطات بالعراق. تفتت التحالفات يعطل تشكيل الحكومة العراقية، وتلويح بخيار بقاء حكومة الكاظمي كأحد سيناريوهات الحل. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدار ساعتين نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم. أعلنت السلطات التونسية رفع أسعار الوقود نحو 5% للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح عجز الميزانية، وتحاول تونس التي تعاني أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء. هل انعكاسات الحرب الأوكرانية على العرب ستتوقف على القمح والغذاء فقط؟ بالتأكيد لا، بل ستمتد لتطال مجالات حيوية أخرى كالنفط. وفي دول عربية بدأت ملامح أزمة الوقود تتجلى واضحة بالفعل، ففي تونس المثقل اقتصادها أساسا بفعل الأزمة السياسية، قال مسؤول حكومي إن الحكومة سترفع أسعار الوقود المحلي كل شهر هذا العام. أسعار الوقود بتونس قد ارتفعت بالفعل 3 مرات منذ بداية العام، وقالت وزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين ارتفع اليوم الخميس إلى 2330 دينارا، ما يعادل 0.78 دولارا. وفي العراق تشهد العاصمة بغداد والعديد من المدن الأخرى طوابير طويلة أمام محطات الوقود بسبب نقص في كميات الوقود بحسب مواطنين. كاميرا الحدث انتقلت إلى عدد من محطات الوقود في بغداد وعادت بالتالي لنشاهد. فاحنا نعاني معاناة مصاير، ماكو شعب مثلنا، واحنا اهل النفط، احنا شعب البترول، يعني هذا حالنا. هاك شوف الطابور وين وصل. لان هسه وين ما تروح ماكو بنزين، هسه البنزين خانات كلها مسدوده، مال الحكوميه ازدحام. لكن وزارة النفط العراقية تنفي وجود أي مشكلة أو نقص في التجهيز للمحطات، متوعدة المحطات الأهلية المخالفة بعقوبات. أما في مصر فقال رئيس غرفة البترول وتعدين باتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر، قال إن لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود ستراعي الوضع الاجتماعي عند اتخاذ القرار. وأشار أبو بكر إلى أن زيادة سعر الوقود صار أمرا حتميا باعتبار الفرق بين سعر البرميل في السوق الدولية والبالغ 100 دولار وبين السعر الذي اعتمدته الموازنة العامة والبالغ 60 دولارا، من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أبريل الجاري لحسم قرار زيادة أسعار الوقود. ورفعت الحكومة المصرية في يناير 2022 أسعار البنزين 25 قرشا للتر، وهي المرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021. طوابير السيارات تصطف مرة أخرى أمام محطات توزيع المحروقات التي شهدت حالات من الفوضى والاكتظاظ. الكل يسعى جاهدا للظفر ببعض لترات من البنزين أو الديزل قبل نفاذ الكميات المتوفرة. هذا المشهد الذي ألفه التونسيون مؤخرا جاء بسبب الزيادة ب5% في أسعار المحروقات التي أقرتها السلطات، والتي خلفت حالة من الامتعاض لدى التونسيين. والله مصدوم، والله انا عندي 30,000، يا نتعشى بها يا نصب بها ايسونس، شنو نعمل؟ يا اخي باش تقف الزياده مازال باش يزيدونا في برشا حاجات اخرين، ما يزيدوش في الايسونس، كل شيء باش يزيد. تؤكد السلطات التونسيه ان الزياده الجديده في اسعار المحروقات حتمتها الظروف الحاليه في ظل الوضع العالمي والضغوطات الماليه،
وتم تحديد سقف الزيادة بنسبة 5% مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين، رغم أن برنامج المالية ينص على زيادة شهرية بنسبة 3% تهدف إلى تجاوز العجز في الطاقة وتوفير موارد إضافية للموازنة. الزيادات هذوما يجيو تطبيقا لقانون المالية أولا اللي أقر اللي تضبط على أساس 75 دولار للبرميل كسعر مرجعي للنفط. تم دراسة معناها عدة إجراءات أخرى دون الإجراءات الزيادة. الزيادة هي إجراء من بين الإجراءات اللي باش يمكن من تخفيض من تقليص العبء الكبير والدعم المتفاقم في أسعار المحروقات. وفي وقت يرجح فيه الخبراء تواصل الزيادات مستقبلا، تؤكد الإحصائيات أن كل زيادة بدولار واحد لبرميل النفط تكلف الدولة دعما بأكثر من 140 مليون دينار في بلد يستورد أكثر من نصف حاجياته من الطاقة. تجد السلطات التونسية نفسها اليوم مجبرة مرة أخرى على الزيادة في أسعار المحروقات كحل لا بديل عنه لتجاوز العجز في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة زاد من حدتها الوضع العالمي غير المستقر. وليد عبد الله، الحدث، تونس. من العاصمة التونسية ينضم إلينا مراسل الحدث وليد عبد الله، من القاهرة أحمد عثمان، من بغداد منتظر رشيد. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك يا وليد لنرصد ردات الفعل على غلاء الأسعار اليوم والتي أعلنت عنه الحكومة. طيب وليد، الصوت لم يصل، سأعود إليك وليد ريثما يتم إصلاح الصوت. أنتقل إلى أحمد عثمان. أحمد، تخبرنا عن تداعيات ما يجري حتى مسألة الوقود أصابت الشارع المصري. نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولبقية الزملاء. بالفعل ربما حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصري فيما يتعلق بمسألة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود. ربما هذا الأمر كان يعني عنوانا لحديث المصريين منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية والزيادة في أسعار النفط وتجاوز سعر البترول إلى 100 دولار، كما ذكرت أنت في مقدمة الخبر بالفعل بأن الفارق ما بين ما حددته الموازنة العامة لسعر البرميل 60 دولار والأسعار الجديدة بسبب تداعيات هذه الحرب وتجاوزها 100 دولار، الكل يؤكد بأن هناك زيادة. الأيام الأخيرة ربما شهدت تركيزا شديدا فيما يتم تسريبه من معلومات حول هذه الزيادة. لجنة التسعير التلقائي كانت تحدثت بأنه سيكون هناك زيادة خلال الأيام المقبلة. هناك محاولة للموائمة ما بين محاولة التسعير الجديدة والزيادة المتوقعة وعدم تأثيرها على المواطن المصري، خصوصا بأن هذا الإجراء سيأتي ربما بعد أسابيع قليلة من قرار الحكومة المصرية بإعادة تعويم الجنيه وخسارته نحو 15% أمام الدولار، ما ترتب في زيادة في بعض الأسعار. ومن ثم هناك خشية بأن أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات ستنعكس على زيادات السلع، ومن ثم سيكون هناك ربما كما قلت لك محاولة لأن يكون هناك بعد اجتماعي مفترض في هذه الزيادة. لا أحد يستطيع أن يتحدث حتى الآن حول النسبة. بعض المصادر أكدت بأنها لن تزيد أو لن تتجاوز 10%. إذا هنا نتحدث عن سعر البنزين 92 وهو المحدد بثمانية ونصف جنيهات أو 95 بتسعة ونصف جنيهات، نحن نتحدث ما بين 80 أو 90 قرش للتر كحد أقصى. مصادر أخرى تتحدث بأن ربما ستكون الزيادة 25 قرش فقط، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة ما بين النسبتين ما بين 25 قرش إلى 80 قرش في لتر البنزين خلال الأيام المتوقعة المقبلة. طيب ماذا عن العراق يا منتظر؟
نعم، في العراق ربما تكون جذور الأزمة الحالية أزمة الوقود والطوابير أمام محطات الوقود تختلف عن تونس وحتى عن مصر، لأن أسباب الأزمة تعود إلى ارتفاع الطلب في إقليم كردستان العراق على الوقود، بالتالي رفعت حكومة الإقليم أسعار الوقود إلى الضعف عما هي عليه سابقا وحتى عما هو عليه الأسعار هنا في بغداد أو في مناطق الوسط والجنوب. بالتالي المحطات الأهلية بدأت ببيع حصتها من البنزين الذي من المفترض أن تبيعه هنا أو في المحافظات الأخرى إلى محافظات إقليم كردستان، بالتالي انتقلت أزمة الوقود إلى محافظات الوسط والجنوب وحتى المحافظات الشمالية الأخرى المتاخمة لإقليم كردستان العراق. البصرة أكبر المتضررين ومن ثم بغداد، وهما من أكبر المدن في العراق، البصرة وبغداد حتى محافظة نينوى. الطوابير إلى الآن ما تزال متوقفة، يعني خلفنا هناك محطة للوقود منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة الطوابير أمامها ما تزال متوقفة، رغم الإجراءات طبعا التي اتخذتها السلطات العراقية ووزارة النفط من أن المحطات الحكومية ستفتح على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة ستفتح أبوابها لتزويد الراغبين بالحصول على الوقود، لكن ذلك لم يحل دون ارتفاع الطلب وأيضا زيادة الطوابير وساعات الوقوف أمام محطات الوقود. هذا طبعا سبب غضبا شعبيا هنا في العراق، خصوصا وأن هذه الأزمة بدأت تتصاعد خلال الأيام الماضية وربما تستمر لعدة أيام. طيب، إلى تونس وليد عبد الله. وليد، الحكومة رفعت أسعار المحروقات، ردات الفعل حتى اللحظة المرصودة؟ نعم حسين، الحكومة تجد نفسها للمرة الثالثة على التوالي خلال هذه السنة وللمرة الرابعة منذ السنة الفارطة للزيادة بشكل تدريجي في أسعار المحروقات. الحكومة مجبرة لعدة اعتبارات، منها ما هو داخلي، تونس بلد غير طاقي، تونس تستورد 50% من حاجياتها إلى مصادر الطاقة، ناهيك عن الوضع العالمي والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على الزيادة في الأسعار ومنها أسعار الطاقة. الزيادة كان من المفروض أن تكون بشكل 3% بصفة شهرية، ولكن التطورات الأخيرة عجلت بهذه الزيادة إلى 5%، ناهيك وأن الحكومة أعدت تقريرا للموازنة يقوم على اعتماد سعر الصرف أمام الدولار، وهو ما أدى إلى انهيار الدينار أمام الدولار الأمريكي، وأيضا ارتفاع أسعار برميل النفط من 75 مفترضة إلى 101 دولار، وكل دولار زيادة يكلف الدولة التونسية 1,400,000,000,000 دينار على كل دولار زيادة في أسعار المحروقات. ردود الفعل الشعبية التي رصدناها تيلة اليوم منذ الليلة البارحة تاريخ الإعلان عن الزيادة كانت غاضبة، هناك نوع من الاستياء والتململ، خاصة وأن الزيادة في أسعار المحروقات تأتي في ظل موجة ارتفاع غير مسبوق للأسعار للخضر الغلال للمواد الأساسية تقريبا في كافة القطاعات، وهو ما أدى إلى ضرب المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وهناك أيضا طلبات بأن يتم توجيه الدعم إلى مستحقيه. المواطن التونسي يقول اليوم: لماذا أنا أتحمل كمواطن بسيط تبعات ما يمكن أن تنفقه الشركات والمعامل وأصحاب النزل وأيضا الشركات الخاصة والمصانع؟ لماذا يتحمل المواطن التونسي هذه الزيادات على زيادات أن توجه مباشرة إلى هؤلاء الذين ينتجون ويحققون الربح، ولماذا يتحملها سواء في الغاز المسيل أو قوارير الغاز أو في أسعار البترول يتحولها المواطن البسيط؟ هذه الزيادة في الأسعار تزامنت حسين مع إضراب لأربع شركات تقريبا من أصل 5 عدا الشركة الوطنية لإنتاج البترول، إضراب لشركات إنتاج ونقل البترول تزامنا مع طلبات بزيادة في الأجور والإضراب والتداعيات. جلسة. نعم، هذا الإضراب بعد قليل أعود إلى أحمد. أحمد، هل ثمت إجراء حكومي مستعجل من أجل الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري نتيجة ما يجري في أوكرانيا؟
نعم بالفعل ربما هذا هو العنوان الرئيسي لما يتعلق به الشارع المصري خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالزيادات في الأسعار. يعني الحكومة تدافع عن ما تقوم به من إجراءات وتؤكد بأنها إجراءات حتمية فيما يتعلق بإعادة الهيكلة للجنيه المصري ووصول سعر أو قيمة الجنيه إلى أكثر من 18 في مقابل الدولار خلال المرحلة أو الأسابيع الأخيرة. الحكومة تؤكد بأنه كان هذا إجراء حتميا لحماية العملة المصرية وعدم دفع الاستثمارات إلى الخروج رغم ما سببته من زيادة في الأسعار في الكثير من السلع. الحكومة حاولت أن تعوض ذلك بأن هذه القرارات كانت قبل أيام من شهر رمضان من خلال طرح العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المبادرات الحكومية لعدم إحساس المواطن المصري وتحديدا من القطاعات من محدودي الدخل بهذه الفجوة أو هذه الزيادة في الأسعار. ومن ثم أيضا فيما يتعلق بالأسعار المتعلقة أو الزيادة المتوقعة في زيادة أسعار المحروقات، بعض الخبراء يؤكدون بأنه سيكون هناك بالتأكيد بشكل حتمي زيادة في أسعار المواصلات. طيب. ومن ثم سيكون هناك حمل إضافي على المواطن المصري سينعكس. وسيكون هناك أيضا محاولات من الحكومة للتخفيف على أثار هذه الزيادة على قطاعات الأكبر من المصريين خلال المرحلة المقبلة. نعم سينعكس كل هذا على المواطن. منتظر الحكومة ألمحت إلى أن ثمت محطات للبترول أهلية ستعاقب إن احتكرت، يعني هذا ملاحظ في الداخل العراقي بغداد على وجه التحديد؟ نعم بالفعل هناك محطات أهلية بأعداد كبيرة هي من تسببت في تصاعد هذه الأزمة لأنها بدأت ببيع ما تحصل عليه من الحكومة من وقود وبنزين تحديدا ومن ثم بيعه إلى محطات أخرى شمال البلاد وتحديدا في إقليم كردستان. هذا ما تسبب في هذه الأزمة، بالتالي المحطات الحكومية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الناس في بقية المحافظات وتحديدا في بغداد والبصرة أيضا. ما أنتج هذه الأزمة على ما يبدو الحكومة وهي لم ترفع طبعا أسعار المحروقات في العراق، وأيضا هناك أسباب أخرى، عمليات التهريب إلى تركيا وإلى سوريا أيضا أثرت لأن أسعار المحروقات في العراق أرخص بكثير مما عليه الحال في هذه الدول. هذه الدول رفعت أسعار المحروقات، بالتالي البنزين يهرب إلى دول أخرى وتحديدا تركيا الشرق السوري، بالتالي هذا أيضا فاقم هذه الأزمة رغم تزويد الحكومة طبعا هذه المحطات بما تحتاج، لكن التهريب وأيضا نقل هذا النفط إلى مناطق أخرى هو ما تسبب في هذه الأزمة. لا ندري هل ستحل أم أن الأيام المقبلة ستشهد تواصل هذه الأزمة إلى الآن. طيب وليد، الإضراب لهذه الشركات الأربع التي تحدثت عنها، تم التواصل من اتحاد الشغل معها من أجل فك هذا الإضراب أو أن هناك موقفا مساندا من قبل اتحاد الشغل؟ مساندته من اتحاد الشغل نظرا لفشل المفاوضات ولأن العاملين في قطاع نقل المحروقات خاصة يرون أن من حقهم أن تقع مراجعة رواتبهم على اعتبار أن أصحاب شركات نقل البترول وأصحاب شركات البترول سيحققون أرباحا من هذه الزيادات التي أقرت من الحكومة على أسعار جميع أنواع المحروقات، وبالتالي هذا الإضراب زاد من لهفة، زاد من الاضطراب، زاد من الإقبال على محطات توزيع البترول وأيضا على الغاز المنزلي وعمق الأزمة. ولكن الأزمة أخذت منحا آخر عدا البعد الطاقي، تونس يعني تشهد عجز طاقي، ميزانها تقريبا يشهد عجزا ب60%، يعني هنا الميزان الطاقي، ولكن الجانب السياسي دخل على الخط فيما يتعلق بهذه المسألة مع زيادات في الأسعار، خاصة وأن هناك جلسة منتظرة غدا صباحا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للتفاوض حول عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، منها الزيادة في الأسعار، منها الزيادة في الرواتب أيضا، وأيضا المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ليدخل في مرحلة ثالثة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتونس تعد العدة للاقتراض لتمويل عجز ميزانية الدولة. هناك من يتحدث اليوم على أن السلطات التونسية والحكومة استجابت لشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم تدريجيا، ولا أدل على ذلك من الزيادة بشكل مستمر
في أسعار المحروقات، ولكن السلطات التونسية والمسؤولون في وزارة الطاقة وكنت تحدثت إليهم اليوم يقولون لا حل غير زيادة الهيكلية هذه في أسعار المحروقات ومراجعاتها تدريجيا، فضلا عن ترشيد الاستهلاك، ولا حل لتونس غير التحول تدريجيا إلى نوع من الطاقات البديلة، خاصة في ظل هذه الظرفية الصعبة والتي قد تزداد تعقيدا في قادم الأيام والأشهر القادمة ما لم يتم حل الأزمة على المستوى العالمي. نعم حسين، شكرا جزيلا لكم الزملاء، وليد عبد الله مراسل حدث كنت معي من تونس، وأحمد عثمان من القاهرة، من بغداد منتظر رشيد انضم إلينا عبر سكايب من تونس الصادق جبنون الخبير الاقتصادي التونسي. مرحبا بك سيد الصادق، لماذا تهرول الحكومة لتحميل المواطن التونسي ما لا يطاق؟ هو في واقع الأمر هذه أزمة يعني دولية، أزمة أتت على يعني الكثير من الدول، إن لم نقل كل الدول مع بعض الاستثناءات. هنالك ارتفاع في سعر البترول وصل إلى حدود 130 دولار البرميل، وهذا ما لم يلاحظ منذ الآن يعني ما يقارب الآن يعني العشرية، وبالطبع هذا الانعكاس يؤدي وجوبا إلى رفع سعر المحروقات وأيضا البتروكيماويات، وهذا نفس الشيء يقع أيضا للمواد الأولية جراء الحرب الآن في أوكرانيا، وأيضا جراء جائحة الكوفيد وارتداداتها الاقتصادية، وهذا الإرباك الذي وقع على سلاسل الإمداد. هناك رفع في سعر المحروقات في كل دول العالم، وتونس ليست استثناء، خاصة وأن تونس تشبه عديد الدول الأخرى الغير بترولية، فبالتالي كان وجوبا أن يقع رفع سعر المحروقات، خاصة أمام العجز الموجود في الميزانية، وأمام أيضا ارتفاع سعر المواد الأولية الأخرى، وبالتالي بالطبع يكون في نهاية الأمر يتحمل هذا المستهلك الأخير وهو صاحب السيارة، أو أيضا المستهلك جراء التضخم المالي الذي ينجر عن ارتفاع أسعار المحروقات. الآن التضخم مثلا في تونس هو في حدود 7.2%، وهو لا يبتعد عن ما هو موجود داخل الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هذه انعكاسات يعني عادية يعني بين الظفرين لهكذا أزمة استثنائية. نعم، إذن في الوقت الراهن لا تمتلك الحكومة التونسية غير رفع الأسعار كي تحد من الآثار السلبية لما يجري اقتصاديا، خاصة وأنها توصف الأزمة الأكثر سوءا منذ خمسينيات القرن الماضي منذ استقلال تونس. الآن رفع الأسعار هو الحل الوحيد أمام كل الحكومات وليس أمام الحكومة التونسية. الاحتجاجات الآن في قلب أوروبا، يعني من إيطاليا إلى إسبانيا إلى حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحل الآن لا يوجد حل يعني بين عشية وضحاها، الحل في 24 ساعة غير موجود الآن دون وصول اتفاق حول الحرب الأوكرانية ونهايتها وعودة الأمور إلى نصابها، ولكن الحل على المدى المتوسط هو الانتقال الطاقي إلى الطاقات النظيفة والجديدة، الطاقة الشمسية وخاصة الهيدروجين، طاقة الهيدروجين، وعديد الدول وتونس منها لديها إمكانيات هامة في هذا المجال، ويمكن حتى التوجه إلى السيارات والعربات التي تعتمد هذا المورد الجديد، ولكن هذا يتطلب وقت وأيضا توطين لعديد التكنولوجيات مما يتطلب أيضا استثمارات هامة، ولكن على المدى يعني القريب لا يوجد حلول أخرى فيما عدا يعني إجراء هذه التعديلات بصفة تدريجية. ومن ناحية أخرى ننتظر تدخل من صندوق النقد الدولي إثر التصريحات التي وردت بين الأمس واليوم من قبل السيدة جانيت يلان رئيسة يعني وزيرة الخزانة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عن وجوب إقرار خطة خاصة عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول الغير نفطية التي تواجه هذه الأزمة بصفة غير يعني مسبوقة. طيب، يدرس المسؤولون التونسيون في الحكومة سيد الصادق سبلا أخرى من أجل التعامل مع الحالة العالمية
إذا استمرت الأزمة ما بين أوكرانيا وروسيا أو حتى أزمات أخرى مثلا كالتي شهدها العالم كورونا؟ الآن الوضعية الاقتصادية العالمية يعني بين المطرقة والسندان، بمعنى بين مطرقة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب التي تحصل الآن في أوكرانيا، والسندان هو عودة الكوفيد في الصين والطرق التجارية الرئيسية وارتفاع سعر الشحن والارتباك الذي وقع على سلاسل الإمداد. تونس تواجه هذه الوضعية، وعلى كل حال نسبة النمو ما زالت نسبة نمو إيجابية بين 2.6 إلى 3%، تستدعي الأمور إجراء إصلاحات هيكلية، وهذا ما سيقع التفاوض معه مع صندوق النقد الدولي، ولكن تحتاج إصلاحات أيضا بأقصى سرعة بوتيرة هامة. وأيضا مثل ما قلت هنالك الآن تحرك على صعيد القارة الإفريقية لتفعيل آليات التضامن الدولي سواء مع الاتحاد الأوروبي أساسا ومع القوى الاقتصادية الأخرى الموجودة منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها. وقد نرى في الاجتماع المقبل للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي إجراءات استثنائية. ما هي مواصفات الاقتصاد الذي يستطيع الصمود إلى حد معين وفق ما يجري من حولنا أستاذ الصادق، إن كان تونس أو غيره، مسألة القمح من أوكرانيا، مسألة كورونا وما تبعها من عقبات؟ على صعيد الاقتصادي والصعيد الدولي، الاقتصادات القليلة التي تمكنت إلى حد الآن من الصمود أمام هذه الأزمة هي قلة، ونذكر منها أساساً الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما، بالرغم من أنها تعاني من التضخم المالي في حدود 8.5%، لكن لديها احتياطها من النفط وإمكانات لزيادة الإنتاج. وأيضا بصفة هامة أيضا الدول الخليجية كلها، لأنها دول تقوم لديها احتياطات هامة من النفط وطورت هذه الصناعة ونوعت أيضا مصادر الطاقة. اليوم مثلا البنوك الوحيدة التي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع العملة في الولايات المتحدة الأمريكية هي البنوك في المملكة العربية السعودية، التي تحقق مثلا أرباحا بنسبة 13%. وأيضا نذكر أيضا الصين التي بالرغم من هذه الأزمة لديها احتياطات عملة هامة وأيضا احتياطات هامة من القمح، ولكن لا تقوم بتصديرها. المشكل مثلا في القمح والحبوب أن الدول التي لديها مخزون هام تصدر بنسبة قليلة نظرا لوضع السوق الآن. كذلك الدول التي لديها الموارد الأولية من الفوسفات وغيرها لديها إمكانيات لتجاوز هذه الأزمة، لكن كل الدول ستواجه هذه الأزمة وسيقع نوع من التقلص في النمو إلى بالطبع الانكماش أو تعثر الدول الأخرى، مثل ما تعثرت في هذا الأسبوع سريلانكا عن عملية استخلاص ديونها، وأعلنت عدم قدرتها على السداد في حدود 51 مليار دولار. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من تونس الصادق جبنون الخبير الاقتصادي التونسي. شكرا. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أن نسب التضخم في الدول المتقدمة قد بلغ بالفعل أعلى مستوى منذ 4 عقود، وتوقعت أن تستمر معدلات التضخم العالية لفترة أطول من المتوقع. Food and energy prices along with supply chain issues continue to push up inflation. For advanced economies, inflation is already reaching a 4-decade high, and we now project it to remain elevated for longer than previously estimated. 19 مستمرة وفيها أيضا. إسرائيل تنتهي من التجارب على منظومة اعتراض المسيرات بواسطة الليزر. اليوم يتكرر المشهد منذ أكثر من عام، وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافا لميليشيات الحوثي وألياتها في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة. هل هناك سلسلة جديدة من الاغتيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجود الآن في اليمن؟
تتصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هل علمت طبيعة هذه العقوبات؟ ما الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل، أين هم مما يحدث عندما يأتي الشتاء؟ ستكون الأمور صعبة للغاية. تعب الأمن المزدحم، ما عاد شلنا الطاقة، تبهدلنا كثير. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سال الركام يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. نفى عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي إمكانية التجديد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن منصب رئاسة الوزراء هو استحقاق شيعي ولا بد أن يحظى باتفاق جميع القوى الشيعية كالإطار التنسيقي والتيار الصدري وبعض الأطراف المستقلة. أضاف الركابي إلى أن حظوظ الكاظمي في التجديد لولاية ثانية مستحيلة، خاصة مع توفر أسماء مرشحة أخرى، مشددا أن الإطار التنسيقي كان موقفه عدم التجديد لرئاسات الثلاث. المقترحات المطروحة على طاولة الحل في العراق تضع الإطار التنسيقي أمام خيارين كلاهما مر. الخيار الأول كشفت عنه بعض التسريبات ويذهب إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ثم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر برئاسة الحكومة. تحالف إنقاذ وطن الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني كان قد أعلن بأنه الكتلة الأكبر ورشح ابن عم مقتدى الصدر وسفير العراق في لندن جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما يصفه المحللون بالسيناريو المرعب بالنسبة للإطار التنسيقي وقد ينسف أي محاولات للمشاركة في الحكومة المقبلة. لهذا ترى قوى الإطار أن السيناريو الثاني وهو بقاء الكاظمي في منصبه أهون بكثير من تشكيل حكومة من الصدريين، وهذا ما يبرر محاولات تقرب بعض أطراف الإطار من الكاظمي، كما تحاول في الوقت ذاته التقرب من جهات مقربة من التيار الصدري طمعا في الحصول على فرصة جديدة، حيث كثف الإطار لقاءاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. وبحسب تسريبات موقع المدى فإن الإطار يطمع بوساطة الديمقراطي لإقناع مقتدى الصدر بضمهم إلى الحكومة المقبلة. وسبق أن طرحت الأوساط السياسية فكرة بقاء الكاظمي وتعديل حكومته التي توجد بها أربع وزارات شاغرة بعد استقالة وزيري الصحة والكهرباء وفوز وزيري العمل والهجرة بمقاعد في البرلمان. أما سيناريو استقالة الحكومة فترى مصادر مقربة من الصدر بأن التيار الصدري سينتظر انقضاء مهلة الاعتكاف السياسي التي بدأها قبل 10 أيام وتمتد لأربعين يوما لتعلن بعدها الحكومة استقالتها. من بغداد ينضم إلينا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور أحسان الشمري. مرحبا بك دكتور أحسان. ما مصير العراق خاصة وأنه لن تخيب الرئيس ولا حددت الكتلة التي ستكلف برئاسة الحكومة؟ شكرا على الاستضافة. العراق يعني منذ يوم 6 أبريل دخل الفراغ الدستوري، خصوصا ونحن نتحدث عن نص حدد المهلة لاختيار رئيس الجمهورية
هذا أولاً. والأمر الآخر أيضاً تفسير المحكمة الاتحادية لكل الآليات التي يمكن من خلالها أن يتعاطى البرلمان لاختيار الرئاسات المتبقية، وبالتالي كل ما يدور الآن هو خارج إطار الشرعية الدستورية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد دفع باتجاه شلل الدولة، على اعتبار أن الدولة مؤسساتها حتى الحكومة الحالية تواجه مزيد من التحديات فيما يرتبط بمستويات الحياة التي تمس مصالح الشعب العراقي، ولا يمكن لها أن تتخذ قرارات خصوصا وهي حكومة تصريف الأمور اليومية. هذا من جانب. من جانب آخر، الأزمة السياسية بدأت يعني كأنها مصدر قلق كبير، خصوصا وأن الانقسام السياسي الذي يلوح في الأفق يرافقه تلويح بالسلاح من جانب، وتهديد باستهداف السلم الأهلي والمجتمعي، وهذا بحد ذاته قد يعيد العراق إلى الدائرة الصفرية. هنا أتحدث عن ذلك الاحتكاك الذي حدث ما بين الأحزاب السياسية، وكانت تداعياته خطيرة جدا على الشعب العراقي. طيب. هذا السيناريو أستاذ حسين إذا ما نظرنا إليه قد يحفز من وجهة نظري الشعب العراقي إلى أن يتحرك، خصوصا وأن الصبر على هذه الطبقة السياسية نفذ بشكل كامل، يعني منذ تشرين أكتوبر العام 2019 كان هناك تصفير للحظات الصبر تجاه هذه الطبقة السياسية التي غامرت بالعراق وبمقدرات العراق، ومن ثم إمكانية تستطيع الحكومة الحالية دكتور أحسان، إن كنت تعول بإجابتك على الشعب العراقي، تستطيع الحكومة، حكومة تصريف الأعمال الحالية، أن تستقي قراراً ما من شرعية الشعب إذ ما خرج، وبالتالي تنسف كل العملية الموجودة وتأخذ قرارات طارئة مثلاً، إعلان حكومة الطوارئ؟ لا أعتقد أن يعني حكومة الطوارئ في ظل وجود برلمان لها محددات أستاذ حسين، يعني في الدستور العراقي، وبالتالي لابد أن تمر عملية تحويل الحكومة إلى حكومة طوارئ بطلب من رئيس الجمهورية الحالي دكتور برهم صالح، الذي يتمتع بكل صلاحياته التي أنيطت به من قبل الدستور. ولكن بعض نواب، اعذرني يا دكتور سامحني، بعض نواب التحالف الثلاثي يقولون ويرون بأن منصب الرئاسة شاغر، وبالتالي سيؤول يعني المنصب إلى رئاسة البرلمان لتقود البلد، يعني هذا تصريح أحد نواب التحالف الثلاثي. يعني فيما يبدو بأنه غير مطلع على قرار المحكمة الاتحادية، هناك طلب قدم من قبل رئيس الجمهورية الحالي حول إمكانية أن يكون منصبه شاغرا، يعني خصوصا ونحن أمام عملية سياسية أصدرت المحكمة الاتحادية والتي قراراتها باتة وملزمة من أن رئيس الجمهورية الحالي يتمتع بكل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد. لذلك أنا أمضي من أن من صرح بهذا التصريح لم يطلع على قرار طيب. المحكمة الاتحادية، ولذلك رئيس الجمهورية بالإضافة إلى رئيس الحكومة الحالية، قد تكون الحكومة لها مسار آخر هو قضية تصريف الأمور اليومية في البلاد، لكن هذا لا يمكن أن يتوازن مع حجم التحديات، لكن لا فراق في منصب رئيس الجمهورية. هناك من ذهب أبعد من ذلك يا دكتور أحسان للقول بأن مسألة التجديد لحكومة السيد الكاظمي وتطعيمها ببعض الوزارات، خاصة مع وجود 4 وزارات شاغرة، يمكن أن يكون حلاً في الفترة المقبلة. أنا أعتقد أن حتى هذا الخيار أستاذ حسين قد لا يتوفر له الغطاء الدستوري، على اعتبار أن الحكومة الحالية حكومة السيد الكاظمي هي حكومة تصريف أمور يومية، بالتالي سواء استقالت أو حتى نتيجة انتخابات حدثت فهي بكل الأحوال بحكم تصريف الأمور اليومية. عملية تغيير
الوزراء يعني إلا أن يكون هناك يعني حدث يرتبط بحياة أو شغور المنصب، وهذا يتطلب الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لأن الدستور لم يعالج ذلك. لكن طبيعة ما صدر مؤخرا من النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي قد يرجح هذه الإمكانية، خصوصا فيما يرتبط بإعطاء تفويض لحكومة السيد الكاظمي في بعض القضايا إذا ما استمرت الأزمة السياسية على مستوى الموازنة أو حتى في قضية هنا بعض القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة والتي تمس مصالح أو المصلحة العليا للبلاد. عند ذلك نكون أمام يعني مسار آخر من وجهة نظري. هنا مسألة التفويض لا تحتاج إلى الثلثين يا دكتور إحسان، النصف زائد واحد، وبالتالي تمضي الحكومة بتصريف أمور الناس مغطاة قانونيا. هي لديها الغطاء الدستوري لكي تمضي باتجاه تصريف الأمور اليومية، وأنا أتفق معك يعني في مثل هكذا حالة يمكن للبرلمان العراقي إذا ما وجد، وهو أعلى سلطة يعني أعلى من السلطة التنفيذية وهو مصدر التشريعات والقوانين، إذا ما وجد يعني نصا قانونيا يدفع باتجاه أعطاء مساحة للحكومة الحالية، فبكل الأحوال يمكن أن تمضي الحكومة من خلال آلية التصويت. لكن أتصور بأن الإطار التنسيقي سيقطع الطريق أمام التحالف الثلاثي إذا ما اعتمد هذه المنهجية في عملية إدارة أمور البلاد، خصوصا وأن الإطار الإطار التنسيقي نعم كيف عن طريق الاستجواب مثلا دكتور إحسان، عن طريق ماذا إذا كان التحالف الثلاثي يستطيع تحقيق هذه النسبة النصف زائد واحد؟ المسألة ليست كانتخاب رئيس الجمهورية. لابد أن نعود أستاذ إحسان إلى طبيعة الأوراق التي لعب عليها الإطار التنسيقي، يعني هو اعتمد الإعاقة الجماهيرية يعني جمهوره المؤيد للفصائل المسلحة مثل ما لاحظنا ما بعد نتائج الانتخابات، لكن هو ركز على مسار كابح، هذا المسار الكابح هو المحكمة الاتحادية، ولذلك أنا أمضي من أن إذا ما عمد التحالف الثلاثي إنقاذ وطن إلى إعطاء صلاحيات لحكومة السيد الكاظمي فبما لا يقبل الشك بأن الإطار التنسيقي الشيعي سيمضي إلى المحكمة الاتحادية لإسقاط هذه الصلاحيات واعتبار حكومة الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال أمور يومية بالتحديد، ولذلك سيستخدم مرة أخرى المحكمة الاتحادية ككابح أو مصد أمام أي محاولة يقوم بها إنقاذ وطن لغرض على أقل تقدير تمرير أو عملية إدارة الدولة وفق ما تواجهها من تحديات. طيب بالدقيقة المتبقية دكتور إحسان، ما من تقارب بين الإطار والصدريين؟ أي تقارب يعني حسب المعلومات إلى الآن لا يوجد ما بين الطرفين، على العكس يعني يبدو أن الانغلاق السياسي في أعلى مستوياته ولا يوجد أهم شيء بعد ما صنع الحداد عنهما يا دكتور إحسان. نعم أهم شيء بعد ما صنع الحداد عنهما يعني يكون الاختلاف يعني بالأمور السياسية والفكرية فقط. لا الأمر لا يرتبط فقط في الأيديولوجية والأداء، وإنما نتحدث عن تراكم من أو ركام من الخلافات ما بين الطرفين بغض النظر عن التسميات، والأمر قد يكون أبعد من العام 2003، ولذلك اختلاف التوازن داخل البيت السياسي الشيعي خصوصا ما بعد حصول الكتلة الصدرية على هذا العدد من المقاعد قد يكون فجر تلك الخلافات بشكل كبير جدا. لذلك من وجهة نظري أن الصدر قد يذهب إلى المعارضة كخيار مفضل له من أن يمضي مع الإطار التنسيقي بحكومة توافقية. شكرا جزيلا لك من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري على كل هذا التفصيل.
قال السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي إن الوقت لم يحن حتى الآن لتشكيل حكومة أغلبية في العراق، مشيرا إلى أنها لا تلائم الوضع السياسي الحالي ولن تنجح إلا في البلدان المؤسساتية والديمقراطية، كما طلب العراقيين باعتماد التوافق كحل للانسداد السياسي. تأتي تصريحات مسجدي قبيل مغادرته منصبه بعد قرار الخارجية الإيرانية تعيين الدبلوماسي حسين آل صادق سفيرا جديدا في العراق. قال السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله البخاري إنه بحث مع نظيرته الفرنسية آن غريو آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان. وأضاف السفير السعودي أنهما تبادلا أيضا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية فبراير الماضي التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بوزير الشؤون الخارجية الفرنسي بالطبع جان إيف لودريان في باريس، واتفق الجانبان على تمويل عدة مشاريع أولية خيرية وإنسانية تعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات والمنشآت التعليمية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتقديم المساعدات لبعض المنظمات المحلية والدولية في لبنان. أنهت وزارة الدفاع الإسرائيلية سلسلة تجارب عملياتية لمنظومة الاعتراض بواسطة الليزر والتي ستكون مكملة للقبة الحديدية باعتراض قذائف الهاون والمسيرات. قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن المنظومة ستصبح قابلة للاستخدام خلال عام. Target successfully intercepted. Afalat laser buta. Laser interception in progress. Matarau shneda. Successfully intercepted. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب آخرين خلال اقتحامه بلدة كفردان غربية مدينة جنين، فيما عم الأضراب عددا من المدن الفلسطينية حدادا على استمرار سقوط الضحايا. وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا كبيرا خلال هذه الأيام مع إعلان إسرائيل عن عملية أمنية واسعة في الضفة الغربية تقول إنها تستهدف مطلوبين. إضراب عام في مدينة رام الله حدادا على سقوط مزيد من الضحايا بين الفلسطينيين. السلطة الفلسطينية تدين وتطالب بتدخل دولي، وإسرائيل تبرر القتل وتقول إنه في سبيل أمنها. الله أكبر. شاب آخر ينضم لقائمة الضحايا الفلسطينيين، خمسة قتلهم الجيش الإسرائيلي في 24 ساعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في سلوان قرب رام الله. وسط البلدة ساحة حرب والحجارة تنهمر على المركبات العسكرية الإسرائيلية كالمطر، ليرد الجنود بالذخيرة الحية فيقتل شابا ويصيب عددا آخر بجروح. تقول إسرائيل إن عملياتها المكثفة في الضفة الغربية تستهدف مطلوبين، لكن الأمور على الأرض تتم بشكل استعراضي ودموي. في طول كرم مثلا وثقت كاميرات المراقبة لحظات مرعبة لاقتحام قوات خاصة إسرائيلية جامعة خضوري وملاحقة وإطلاق النار على أحد الشبان. باعتقادي نحن أمام ثلاث سيناريوهات، الأول أن تبقى الأوضاع كما هي حاليا، عمليات وردات فعل متبادلة. السيناريو الثاني الانتقال إلى موجة شعبية أوسع بالاشتراك مع الداخل المحتل. أما السيناريو الثالث، في حال أقدمت إسرائيل على انتهاك كبير في المسجد الأقصى، باعتقادي سنكون أمام حرب مع قطاع غزة يتخللها كذلك مشاهد في الضفة الغربية والداخل المحتل. مخيم جنين لا ينام هذه الأيام،
عشرات المسلحين أغلقوا مداخل المخيم وانتشروا في الشوارع والأزقة استعدادا للتصدي لأي هجوم إسرائيلي محتمل. واللافت في موجة التصعيد الحالية هو عودة السلاح الفلسطيني للواجهة في صد عمليات الاقتحام الإسرائيلية وما يرافقها من إراقة للدماء. تقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجها. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية. قالت وكالة الطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه وكالة رويترز إن إيران بدأت في 13 أبريل تشغيل ورشة جديدة في نطنز لصالح قطع غيار لأجهزة الطرد المركزية المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، موضحة أن الأجهزة المستخدمة جرى نقلها من كرج إلى نطنز مؤخرا. وأكد تقرير الوكالة استكمالها في 12 الجاري تثبيت كاميرات مراقبة في الورشة الجديدة وإزالة الأختام من الأجهزة. تحذر الهيئة الإنسانية في الصومال من دخول البلاد إلى مرحلة مجاعة في ظل استمرار الجفاف ونقص وصول المساعدات الإنسانية. في هذا المخيم خارج مدينة باردير بإقليم جادو جنوب الصومال وصلت عشرات العائلات الهاربة من الجفاف الذي يضرب معظم مناطق البلاد بحثا عن أمن غذائي. لم تصلهم مساعدات تذكر حتى الآن، والوضع يزداد سوءا يوما بعد آخر بحسب أهالي المخيم. جئنا إلى هنا بحثا عن الغذاء، ظروفنا صعبة جدا، فالأطفال يهددهم الجوع والعطش وأمراض مثل الحصبة. يجتاح الجفاف مناطقنا منذ 4 سنوات وخسرنا كل ما كنا نملك من مواش ومزارع، نريد دعما عاجلا. مسؤولو الهيئة الأممية يخشون من تفاقم الوضع، محذرين من أن يتحول الأمر إلى حالة مجاعة قد تصعب السيطرة عليها كالتي شهدتها البلاد عام 2011 والتي أودت بحياة 260 ألف شخص. فاليوم رأينا بأم عينينا مشكلة كبيرة جدا في هذا المعسكر، ولا بد من التدخل الفوري، وإلا سوف تحدث مجاعة إذا لم نتدخل اليوم. وبالتالي أنا أحس الضمير الإنساني والضمير العربي والضمير الإسلامي أن يتعاون معنا حتى نتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المحقة بأهل هذا المعسكر. ويعد الصغار من أكثر الفئات تضررا من تداعيات الجفاف، حيث يعاني قرابة 1.5 مليون طفل صومالي حالة سوء تغذية حادة بحسب الهيئة الأممية. كما أن ضعف الإمكانية الطبية في هذه المستشفيات يزيد من وضع هؤلاء الصغار سوءا وتدهورا. عبد الرحمن بخارى، الحدث، مقديشو. الساعة الأولى من 19 انتهت، وإليكم مشاهدينا مواضيع الساعة الثانية والتي سنناقشها. الأمم المتحدة تعتبر تشكيل مجلس القيادة الرئاسي خطوة مهمة لاستقرار اليمن، وتكشف عن تراجع عدد الضحايا بفضل الهدنة. غموض بشأن انفجار سفينة القيادة الروسية موسكوفا، وكييف تؤكد إغراقها بصاروخ والكريملين ينفي. روسيا تعلن إصابة 7 أشخاص بقصف جوي أوكراني على قريتين حدوديتين. واشنطن تتوقع أن يستمر الصراع أشهر. تابعوا مشاهدين قناة الحدث، بعد قليل نفتح معكم ملفات الساعة الثانية من 19. إلى اللقاء. اليوم 14/4 اكو فيا بنزين خالص.